في شأن آخر، يبدأ وزير الخارجية البريطاني جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات، وقالت الخارجية البريطانية أن أيضا سيلتقي وزير الخارجية البريطانية خلال هذه الزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وكذلك ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان ونائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ومشيرة إلى أن المباحثات ستتطرق إلى الأوضاع في المنطقة ولا سيما الملف اليمني. أيضا بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الجانبين ناقشا كذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دعونا نتحدث حول هذا الأمر. من الرياض يحدثنا هاتفيا الأستاذ خالد الزعتر وهو الباحث السياسي السعودي. أستاذ خالد، تحياتي لحضرتك. أستاذ خالد تسمعني جيدا؟ أيوة سامع الصوت. هذه اللقاءات، يعني أبدأ معك بالسعودية تحديدا ولقاء وزير الخارجية البريطانية بالعاهل السعودي وولي عهده في هذا الإطار وفي هذا التوقيت، الأهمية والدلالة. مساء الخير. هذا اللقاء بين وزير الخارجية البريطاني وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنا أعتقد أن هذه الزيارة لوزير الخارجية البريطاني هي تركز أكبر على الملف اليمني. هذه الزيارة أنا أعتقد أنها تأتي في إطار المشاورات التي تجريها بريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أطراف عربية لإيجاد مشروع بشأن اليمن. بريطانيا كانت في جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي دعت إلى سرعة وضع حد للصراع في اليمن وعقد مشاورات خلال 30 يوم. هذه الزيارة ربما نطلق عليها بأنها زيارة تتناول الملف اليمني بشكل رئيسي. بريطانيا لديها اهتمام بالملف اليمني، وهو اهتمام عندما نتكلم بكل صراحة هو اهتمام ينحاز أكبر إلى الإنتابيين في اليمن. البريطانيين في موضوع اليمن هم حاولوا في أكثر من مرة أن يعملوا على وقف الحرب في اليمن وأيضا إنقاذ الحوثيين. الحوثيين أيضا أنفسهم يراهنون على دور بريطاني يقوم بمثابة الغطاء لاستمرارية وجودهم في ميناء الحديدة. أنا باعتقادي أن المسائي البريطانية هي مسائي ربما لن تنجح، لأن اليوم هناك الكثير من التقدم الحاصل على الأرض في اليمن، وهناك الكثير من الإنجازات لقوات التحالف العربي والقوات الحكومة الشرعية، وبخاصة عندما نتحدث عن منطقة الحديدة وهي المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. هناك الكثير من التقدم، هناك سيطرة على الكيلو 16 وهو ما يؤدي بالتالي إلى تضييق الخناق على العاصمة صنعاء وعلى الوجود الانقلابي في العاصمة صنعاء. هذه الزيارة أيضا ربما تكون لها جوانب أخرى وهي اقتصادية. بريطانيا تبحث عن الكثير من الشركاء الاقتصاديين لمواجهة تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي. والمملكة العربية السعودية اليوم لديها رؤية 2030 وهي رؤية تطور اقتصادية بشكل كبير، وهي تركز على دعم الاستثمارات والتي سوف تشكل بمثابة عصب الاقتصاد السعودي في مرحلة ما بعد المستقبل. ما الذي تراهن عليه بريطانيا تحديدا في توطيد علاقاتها ليس فقط مع السعودية ولكن أيضا يعني هذه الزيارة تشمل الإمارات؟ أنا باعتقادي أن بريطانيا تدرك تماما مدى أهمية المملكة العربية السعودية وأيضا أهمية دولة الإمارات على المستوى الساحة السياسية الإقليمية والدولية وأيضا على مستوى الخارطة الاقتصادية الدولية. عندما نتحدث عن المملكة كما قلت هناك رؤية 2030 وهي رؤية طموحة، رؤية تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وأيضا في دولة الإمارات العربية هناك الكثير من الإنجازات الاقتصادية، هناك أيضا تكامل اقتصادي ما بين السعودية وما بين الإمارات. هذا التكامل هو شكل بمثابة أكبر اقتصادي عربي. أنا باعتقادي أن بريطانيا تركز على هذه الزيارة أكثر على الجانب الاقتصادي او تراهن على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصاديه مع السعوديه ومع الامارات، بخاصه وان هي تحاول ان تعمل على التخفيف ومن حده تبعات خروجها من الاتحاد الاوروبي.
هل هناك بعض الملفات المشتركة ما بين بريطانيا والسعودية والإمارات تكون على طاولة أولويات الحوار في هذا التوقيت تحديدا فيما هو قادم، ليس فقط بشأن ما يخص السعودية والإمارات، ولكن أيضا يعني الملف اليمني تحديدا، خاصة وأنه هناك لقاء مع جهة يمنية في إطار هذه الجولة؟ أنا أعتقد أن الملفات المطروحة هي ملفات عديدة، لكن عندما نتحدث عن الملف الأبرز من وجهة نظر البريطانيين هو سوف يكون الملف على الصعيد السياسي، هو سوف يكون الملف اليمني، لأنه يأتي في إطار اهتمام البريطانيين، وأيضا هو يأتي في ظل ما تقوم به بريطانيا اليوم من إجراء مشاورات لإعداد مشروع قرار بريطاني سوف يتم تقديمه الى مجلس الامن، ولذلك هذه الزياره هي تنحصر بشكل كبير على المستوى السياسي فيما يتعلق بالملف اليمني. الاستاذ خالد الزعتر الباحث السياسي، انا بشكرك شكرا جزيلا، حدثتنا هاتفيا من الرياض.